بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم راح نبدأ درسنا الثالث وراح نكمل موضوعنا السابق. وصلنا لحد الكاستينج والإيدنتيفايرز. الكاستينج إذن هي عملية تحويل نوع البيانات لقيمة معينة إلى نوع بيانات آخر، أي مثلا إذا كانت انتجر بنحولها لدبل، أو إذا كانت دبل بنحولها لكاركتر. في عنا نوعين من الكاستينج، في عنا نوع يسمى إمبلست كاستينج أي ضمني، وهذا بيتم من خلال مترجم الكومبايلر تلقائيا، او في عندنا الاكسبلست كاستينج اللي هو بيتم من خلال المبرمج، بيكون واضع كود او سطر معين او امر معين في البرنامج بحيث انه يعمل كاستينج داخل البرنامج وهو صريح. مثال عندنا على الكاستينج، مثلا عندنا قيمه من الداتا تايب تبعها نوع دبل، عملنا لها كاستينج عشان تصير انتجر، كانت 97.5، صارت القيمة 97 انتجر. عارفين ليش؟ لأنه الانتجر ما بياخذ إلا أعداد صحيحة. عملنا لها كاستنج كمان مرة لكاركتر فأصبحت إلى حرف A small. الامبلست كاستنج الضمني، عارفين إنه عندنا البرنامج أحيانا بنكون مخزنين مثلا قيمة، مثلا عندنا هون int r تساوي 3.5، احنا عارفين الانت اللي هو الانتجر ما بياخذ إلا أعداد صحيحة، يعني بس بياخذ 3، لكن البرنامج ما راح يعطيك غلط هون. اللي راح يعمل انه راح يعملها كاست وراح ياخذ بس رقم الثلاثة لحاله بشكل ضمني. كذلك عندك بول نمبر تساوي 100، عارفين بول اما بياخذ ترو او فالس، لكن ضمنيا مش راح يعطيك خطا في البرنامج، لكن ضمنيا راح يعملها كاست ويحولها على طول ال100 لترو. طبعا عندنا الامبلست كاست بيتم وقت الكومبايلر بيحتاج انه يعمل كاست، مش وقت ما المبرمج بيحتاج يعمل كاست. عندنا الامبلست كاست اللي هو بيتم من خلال وضع كود معين او امر معين في البرنامج، وفي عندنا له نوعين، في سي ستايل اكسبلست كاستنج وفي سي بلس بلس كاستنج اوبريتور. سي ستايل اكسبلست كاستنج بيتم عن طريق نضع في ما بين قوسين نوع الداتا تايب اللي بدنا اياه، وخارج القوسين بنحط عندنا اسم المتغير، مثلا زي عندنا هون بول بين قوسين وبرا اسم المتغير variable اسمه ايه، او بامكاننا نعمل العكس نحط اسم المتغير داخل القوسين وبرا القوسين بنحط عنا بول. هذول يعني هم الشكلين الصحيحات. اما نحط مثلا بول جوا القوسين وبرا القوس نحط عنا بول، هذا يعطينا syntax error. عندنا في سي بلس بلس كاستنج اوبريتور اللي هو النمط الثاني نعمل اكسبلست كاست، يتم عن طريق نكتب static cast بعديها بنحط هون عندنا التايب الجديد بدنا اياه، مثلا انتجر كاركتر دبل، وبنحط عندنا بين قوسين اسم المتغير، مثلا نعمل هون مثلا static cast pool a. ممكن نحط كذلك تعبير مثلا a زائد 1 a زائد 2، او نحط مثلا a ناقص 2 ما في مشكله، expression او variable ما في مشكلة المرة، او قيمة عادي حط مثلا 1 2 3 وهكذا. طبعا عندنا في الكاست احنا ما بنغير على القيمة الاصلية، فقط احنا بنقوم نعمل هي تغيير مؤقت لها. طبعا اكيد ان الكاست بما انه بيسبب عنا تغيير قيمة من نوع بيانات معينة لنوع اخر، فممكن يحدث عنا logical errors. كيف ممكن عنا يحدث logical errors؟ مثلا خزنتنا في الانتجر اي، خلينا نرجع شوي للاكسبلست عندنا هون، لاحظوا انت r تساوي 3.5. نفترض انا بدي اطلب انه يطبع لي r على الشاشه، راح يطبع لي 3، رغم اني دخلت له 3.5 لكن طبع لي 3، فهذا راح يسبب لي لوجيكال ايرور لانه ما طلع لي القيمه مضبوطه، هو اشتغل تمام 100% لكن ما طلع لي القيمه بشكل صحيح. ناخذ مثال اذا عندنا هون، في عندنا هون متغير من نوع كاركتر، طلبنا من المستخدم يدخل لنا كاركتر، دخل الكاركتر، طلعنا الكاركتر في جدول ASCII كم رقمه، مثلا عندنا هون دخل حرف A small، فعارفين في جدول ASCII انه الA هي رقمها 97. ننتقل اذا عندنا الان للIdentifiers المعرفات. Identifiers هي اسماء لمتغيرات، ثوابت او اقترانات. طبعا السي بلس بلس حساس لحالة الأحرف، فإذا كانت كلمة letter كل أحرفها small بتفرق لما تكون كلمة letter كل أحرفها capital، أو جزء من أحرفها
كابيتال والجزء الآخر سمول. في عنا قواعد لأسماء المعرفات اللي هي متغيرات ثوابت أو اقترانات. أول إشي يمنع استخدام كلمات سي بلس بلس محجوزة مثل سي أوت، فلوت، انتجر كأسماء للمتغيرات أو للثوابت أو للاقترانات. وممنوع نبدأ باسم اسم المعرف برقم، يجب نبدأ في حرف أو أندرسكور، واللي ما بيعرف شو هي أندرسكور اللي هي بتكون هاي الإشارة يسمح فيه أنه نبلش اسم المتغير. ويمنع كذلك استخدام مسافة تفصل بأسماء المعرفات، مثلا عندي لتر من الخطأ أني أحط سبيس ويكون هذا هو اسم المعرف، لكن إمكاني أستبدلها أندرسكور ما في مشكلة، صحيح 100%. ويمنع كذلك استخدام رموز خاصة مثل دولار ساين، مربع، ما ذلك في اسم المتغير. كذلك يمنع عنا نستخدم الإجراءات اللي أوبريتورز مثلا زائد ناقص في ضمن اسم المتغير. وهي عنا مثال على كلمات محجوزة في C++. رح نتعرف خلال الدروس القادمة على كلمات محجوزة أكثر. ننتقل إذا عنا بعديها لها كود لاينز بريكج. كود لاينز بريكج يعني فصل الكود، مثلا نقسم عنا السطر لأكثر من جزء. في حال مثلا كان السطر طويل فممكن أحيانا إنه واحد يتوه في السطر وصعب عليه عملية تتبعه، فلذلك إمكاني أفصل السطر مثلا لأكثر من جزء. في عنا شروط طبعا، إمكاني مثلا أفصل السطر فقط قبل الإجراء أو بعده، أفصله قبل الفاصلة أو بعدها، قبل السترينج اللي هي مجموعة الكلمات أو مجموعة الكلمات أو بعدها. مثلا عندي هون مثال hello world، لاحظ هون هذه string هاي hello world، لما فصلت في نص السترينج أعطاني syntax error، لكن لما فصلت قبل السترينج كان صحيح 100% وما في مشكلة. لحد هون خلصنا، آمل نكون أفدناكم، وإن شاء الله في الدروس القادمة رح ناخذ المزيد. وشكراً.